ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. يا جماعة النهاردة عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهاردة، وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف، او ماي جاد، بينده على سيف. سيف فين؟ سيف يا جماعة اهو اهو، بشاور لك يا عم اهو. سيف اهو. اسكت. ايه في حي جمهورك؟ لهوي، هيحبسنا ابن الهبلة. ايه ده؟ انت بتعمل ايه انت وهو فوق؟ انزل لي يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين، اطلعوا انتوا. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحة اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ بعدين ثانية واحدة، ايه جوز النضرجيه اللي انتم واقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك، انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه، فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهية. ايه ده بس يا انكل، الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقولك ايه، مالكش دعوة انت خالص بالموضوع ده، اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقولك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش علي انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكرة بقى. كده
طب بقول لك ايه بقى يا ماجد؟ بس 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 هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله، مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوه قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعى يا بت، اللي هيقرب مني هعشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هديب الشلوت واديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي، هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهان. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. كله يا اسطى فكاله، محدش يتحرك. كله يا اسطى فكاله، شايفني يا ابني على البطاقه دي كلها، وحرص لي الخمره دي كلها، وحرص لي المزز دي كلها. في يا محفوظ باشا؟ استرعدنا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمة تحصل. اسمح لي يا عزيزي إني أسجل إعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظة البوليس المصري ورجاله. أنا ممنون ليك يا باشا. إيه اللي حصل؟ لا أبداً، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربية بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال فين العربية ديت؟ أهي فوق قدام حضرتك أهي يا فندم. لو العربية إيه هي؟ وكالة من غير بواب؟ العربية دي مش مرخصة؟ مرخصة إيه يا باشا، دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. اقفش يا ابني العيال دي كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة باشا، احنا هنمسك العيال دي وهنزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذة يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا لا مؤاخذة خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شدة فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت وانا زج بيها في السجن ارضاعا للعدالة. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي. انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحيه وخيبه ايه؟ ايه اللي ضحيه وخيبه ايه؟ ما تقولش اسم هنا. الله، ما تقولش اسمك، تعملي فيها ظابط. في ظابط يلبس كده، يلبس كوتش بينور. الله، ظابط وداخل ديسكو. الله، والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك للعروسين. مش بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم. ها اسبكوها. حاضر نسبكها، يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات. يا سعاده البيع حرام عليك، انا عندي كم عيال، وانا عندي بغبغان غلباوه بنص لسان. زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر الليل بطوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت بالذات ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوعه، ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي، مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخيمة دي يا سيف؟ الله، اطلع خلي بالك منك. سيف يا سيف، سيف. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه، خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي، انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شريهان، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت. الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله،
كلنا بقينا قتلة يا جماعة. ما تكبروش الموضوع، دي خدت إزازة على دماغها، ما خدتش رصاصة يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقت. ها لقيتوا حاجة في العربية؟ بجد لقيتوا إيه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن أبص عليه بصة؟ لا يا جماعة ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده أنا لسه مخلصكم من عند الراجل وأنا حطير. خلاص فكني الأول. ما هو المفتاح في جيبي أصله والمكان ضيق مش عارف أجيبه. أبص عليه بصة واحدة بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له. إنجز. بصة واحدة. بصة واحدة. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقة تتفكر، أنا بحب الحاجات دي. يلا اضرب بص على رجلك يا أنا. لا استنى استنى، تعرف برصاصة واحدة تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ أنت مزنوق؟ لا بس هزنوق. انزل يا تهوة. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام قال يعني كده هتسد الرصاصة. انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجة. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا حلوة دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش. بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. يا حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الافلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. شيت خبطت في ضهري. لا ابوس ايدك حمود. لا اخبطك اخبطك مين. طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن. المسدس اجمل. ماشي خلص لي. ايه هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتيجي زي انا. سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. تستظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف دبدوبي انا. خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب. ايه ده 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 الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك مجله. اثبت مكانك ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا. وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا. هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ يا عسوستي ياني كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش وانت برضو اللي صممتي تيجي.
ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبه. وانا اعرف منين يا فالحه ان هو ناوي اذيا؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاثنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك، قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره، راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها، ما عجبهمش بمباكوا معايا، ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه، وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح I'm a big fan. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا و I'm in love with طريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير، هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام، بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي؟ طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي سانده عليكي ولا انت اللي سانده عليا؟ انت اللي سانده عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير، يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني ظبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها، اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان ما تزعليش مني، يلا بقى مش هنحل الكلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي انت قدرتيني وندمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حته وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحه مقطوعه والارقام كمان كلها مظبوطه اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جده قوي بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر. لا انت كده هتفقع لنا المراره، انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا، ده ناقص. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين.
ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه، شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لأ ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما تقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة نيل. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، برنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء وأشروا في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين، لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركم؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه دي، فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكره انتوا معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك ايه صحيح، ما حدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، ما حدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا ضد، هو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده ما حدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا، انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيف الاعزاء، اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في موزز كنت بس تغير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه؟ ده مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها؟ طب يا جماعه احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف، ايه انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. اتفضل. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كانك في بيتي. اعتبري سيف، انت بتخافي مني؟ اعتبري سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بهزر معاك، انا هتصور معاك لما اجي. ماشي، هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا، نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبلان تطلع فوق. ياض حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس تفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي.
ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدو وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي.